شيخ الرياضيين في مصر الاخ خالد العمادي اهو قدامكم اهو الراجل اللي هو رفع اسم مصر بره. يا جماعه كلنا نقف مع الرياضه لان اتحاد الكره اتحاد فاسد على رقم زمان. فاكر يا استاذ قام احنا بنتكلم على الرياضه عامه يا جماعه. الرياضه واخده فلوس مصر كلها هندسه فلوس مصر كلها واخداها مصر كلها فلوسها فلوس ومصر الضرايب بتروح للرياضه. لا 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 الكلام اللي انت بتسمعه 5 مليون و10 مليون الكلام ده كده مفيش حاجه بتوصل للرياضيين. احنا بنقول اوقف ولا نقابل المهنه الرياضيه اول مفيش حاجه اسمها مهنه رياضيه كلها نصب اتلغى كله نصب. احنا مش عايزين كوره احنا عايزين مصر. احنا كل الدكتور والقريات والرياضه كلها نصب وكل الرياضيين الشرفاء. خلي بالكم اوعى واحد من الجماعه بتوع التلفزيون المذيعين اللي بياخدوا من ملايين يقول لك انا بحب مصر. ما بيحبوش مصر بيحبوا الدولار بيحبوا الدولار يا جماعه على راسهم مدحت شلبي اللي بيقول لك شلبوكا بيضحك على الناس بيضحك على الناس. سياده النوى انا اول مره الاقي نوى اللي بيحب مصر انا اسف نوى خايف نوى خايف. تاريخ الصح اللي قال عليه ده صح الحقيقه. كمل يا جماعه الراجل هو مبدا. شوفوا عبد الناصر زمان كان بيقول ايه شوفوا انور السادات كان بيقول ايه. احنا بنقول مصر يا جماعه مش هتتهان ابدا وشعب مصر مش هيتهان. بس انا بقول لما شيخ صنصاوي اكد الانتخابات عشان مصر بتنزل. احنا عايزين دستور جديد للبلاد وشعب مصر عشان مفيش عماره يا اخواننا بتتبني الا لما يكون لها اساس. الاخوان المسلمين يا جماعه هم المستفيدين. وبعدين يا جماعه انتوا عارفين الناس الاخ خالد العباس كان يوم 24 و26 و27 انا اتحدى واحد اخواني المسلمين كان معانا يوم جمعه القدر اتحدى واحد كان واقف معانا واحد يناير